ويعملون
متشابهه ويتلونه حق تلاوته ويقفون عند حدوده. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه يا رب العالمين ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك يا ربنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقوله القرآن إلى جناتك جنات الخلود يا رب العالمين ولا تجعلنا ممن يقوله القرآن إلى النار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل اللهم الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وأن تثبتنا يا ربنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ذكر موازين أعمالنا وموازين حسناتنا وحقق يا رب إيماننا وارفع يا إلهي درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمال البر التي نتقرب بها إليك يا ربنا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وزلاتنا وهفواتنا ونسألك يا الله الدرجات العلى من الجنة. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه واجعلنا فيه من المرحومين واجعلنا فيه من المغفورين لهم واجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت ذنوبهم وممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.
عذاب الآخرة. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا، وعلما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. ونعوذ بك اللهم يا رب من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا يشبع، ودعاء لا يرفع ولا يستجاب له. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل يا رب مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا وأبصارنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج على كل من ضاقت عليهم السبل، اللهم فرج على كل من ضاقت عليهم السبل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وأطلق سراح المساجين، وأطلق سراح المساجين، وأطلق سراح المساجين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا يا رب أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم يمن كتابهم، ويسر حسابهم، وثقل موازينهم، وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهليهم، وعافهم واعف عنهم، واجعل الجنة مثواهم. اللهم تب على العصاة والمذنبين، واقبل برحمتك وعفوك وفضلك توبة التائبين العائدين إليك في رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بلادنا بالشر فاجعل يا ربي كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل يا ربي ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أدم على بلادنا النعم، وأصرف عليها النقم، وابسط عليها من خزائن خيرك الذي لا ينفد ولا ينقطع يا رب العالمين. اللهم بارك بالقائمين على شؤون هذا المسجد، اللهم بارك بالقائمين على شؤون هذا المسجد، لجنة وإماما ومؤذنا وعمالا. اللهم بارك في مساعيهم وجهودهم، واجعل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم واجعل يا رب أمرهم شورى بينهم. اللهم بارك في أسرهم وزوجاتهم وأولادهم، وسدد آراءهم،
وعافية في الولد، يا رحمن يا رحيم، يا قوي يا ودود. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، ولا مسافرا في برك وبحرك وشوقك إلا أمنته بفضلك ورحمه. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويستمتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تبرقنا منه يا رب العالمين السالم من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل اللهم الحياة الدنيا زيادة لنا ولكم في كل خير، والموت راحة لنا ولكم من كل شر. اللهم اهدنا واياكم جميعا الى احسن الاخلاق، لا يهدنا لاحسنها الا انت، واصرف عنا برحمتك يا رب العالمين سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، اجعلنا واياكم جميعا من الاطهار الاخيار الابرار. اللهم بيض وجوهنا يا رب يوم تبيض الوجوه واسود الوجوه، وبيض وجوهنا يا ربنا يوم نعرض عليك. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط، وابائنا وامهاتنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا يوم تسد الاقدام. اجعلنا يا الهنا ممن طالت اعمارهم وحسمت اعمالهم، ولا تجعلنا يا ربي ممن طالت اعمارهم وساءت اعمالهم. اللهم اجعلنا اخوانا وعلى الخير اعوانا، اللهم اجعلنا اخوانا وعلى الخير اعوانا، اللهم اجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وارزقنا يا ربي من حيث لا نحتسب، وارزقنا يا ربي من حيث لا نحتسب، وارزقنا يا ربي من حيث لا نحتسب. اللهم احفظنا يا إلهي عن أيماننا، واحفظنا عن شمائلنا، واحفظنا يا ربي من أمامنا، واحفظنا يا ربي من خلفنا، واحفظنا يا إلهنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.